نخس او نوصل للوزن المثالي ازاي بدون ما نلجأ لجراحات وعمليات والحاجات دي اللي انا شخصيا ما بحبهاش خالص؟ بصي هي دلوقتي بقت خطر جدا ومشاكلها كتير وطبعا فوق كل ده وده هي مكلفه جدا. دلوقتي اي حاجه هتعمليها تجميليه سواء اجراء بقى للدايت او الجسم او شكل الجسم او الكلام ده بتدخلي بتدفعي الوفات مؤلفه يعني غير خطورتها طبعا على الناس. مش كل الناس تسمح لها ان هي تدخل غرف عمليات بالزبط. فانا النهارده جايه معايا كورس حلو جدا للتخسيس اسمه وان سليم اوكي. ده بيعمل على سد الشهية بيعمل ان هو بيشتغل على الغدد الدهنية بيفتتها بشكل كويس جدا وسريع ومعانا كمان تابلتس لتثبيت الوزن بعد نزول الوزن. طب اشرحي لنا يعني انت حاطه يعني رصه قدامنا اشرحي لنا ده بيعمل ايه وده ناخده ازاي وده ناخده ايه؟ عندنا الهبوة البيضة دي ده منتج وان سليم ده بناخده ده بيعمل على سد الشهية مكون من قشور السيليوم دي بتنزل في المعدة بتعمل زي بالونة طبيعية للمعدة بتملى المعده بتخليكي ان انت تحسي بالشبع لاطول فتره ممكنه بنتكلم في حوالي من 6 ل 8 ساعات. اوكي المنتج الثاني اللي هو وان فات اللي هو الاحمر دي حبايه بتساعدني ان انا بتفتت الغدد الدهنيه من مكانها وتعالي الحرق جدا في الجسم. حلو قوي وبتمنع كمان يعني تكوين غدد دهنيه بعد كده. حلو قوي والخضره دي بقى المرحله الثالثه اللي هي بتاعه تثبيت الوزن بعد ما بنوصل للوزن اللي احنا عايزينه بنفرح طبعا. في ناس بقى بتوقف الكورس وتفتح في الاكل والكلام ده فاحنا بنشجعهم ان هو يفضل يكمل معايا وياخد الوان بيرفكت دي بتساعدك ان انت تثبتي وزنك اطول فتره ممكنه. أوكي. بحيث ان الجسم يتعود على عدد الغدد الدهنيه الجديده والشكل الجديد والوزن بتاعه فيقدر يفضل معاكي اطول فتره ممكنه. والحمرة الأخرانية؟ الحمرة دي بناخدها هي زيها زي الحمرة الأولانية على حسب مدة الكورس اللي انت واخداه. اوكي فهم ثلاث منتجات والزغنطوط الأولاني ده ده بقى ده فيتامين دي ده احنا بنديه هدية للعملاء بتوعنا لما بيطلبوا الكورس ده لأن انت ما بتنزلي في الوزن بكميات كبيرة من 10 كيلو وانت طالعة لحد طبعا 40 50 كيلو كلنا عارفين المعادن والفيتامينات اللي في الجسم كلها بتنزل فده بيساعدك ان انت تعوضي الجسم عشان شعرك ما يتاثرش ضوافرك ما تتاثرش البشره ملمس البشره ما يتغيرش ده بيحافظ على شكل الصحه العامه للجسم اثناء الدايت. ما في ناس كتيره بتقعد تقول بلاش اخد فيتامينز اصل الفيتامينز بتخن الفيتامينز لا فيتامين دي ده اساسي وكلنا اصلا جسمنا ناقص فيه فيتامين دي فانت كده كده بتحتاجيه مع الكورس. بس هل فعلا الفيتامينز ممكن تتخن ولا هي بتفتح النفس؟ لا ما بتتخنش وما بتفتحش النفس. انا ما بتعمليش اي حاجه باخد كل الفيتامينز انا بحس ان احنا شعب بيحب الاكل جدا. طب مكوناتها ايه وهل في تصريح من وزاره الصحه؟ طبعا ومكوناتها ايه بالظبط؟ المكونات اللي عندي قشور السيليوم عندي المانجو الافريقي عندي القهوه الخضراء كل دي منتجات طبيعيه وخامات طبيعيه ما فيهاش اي حاجات كيميائيه خالص بتشتغل بقى لان في ناس كتير بتقول الكورسات بتاعه التخسيس بيكون فيها مكونات كيميكلز دي بتاثر على المخ وبتاثر على ضربات القلب. لا احنا ما عندناش الكلام ده خالص كلها منتجات طبيعيه 100% مرخصه من وزاره الصحه. في عندي برضو القهوه الخضراء من ضمن المكونات بتاعتي خلاصة الأناناس فكلها حاجات طبيعية ولكن تأثيرها فعال جدا. طب وهل بتفيد الجسم من ناحية تانية؟ طبعا. بتفيده ازاي؟ طبعا انت أثناء نزول الوزن بتحتاجي حاجات طبيعية ان هي تقوم جسمك ان هي ما تخسرش المعادن اللي فيه فعندي الوان فيت ده بيساعد جدا جدا على عملية التمثيل الغذائي في الجسم